والآن للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من أنقرة عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية. عمر أهلا بك، هل لديك مزيد من التفاصيل حول تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن ما دار خلال هذا اللقاء مع الرئيس المصري أو هذه القمة المصرية التركية؟ نعم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد على ما استفردت به القاهرة الإخبارية بأن القمة التي حصلت بين تركيا وبين مصر كانت حوالي 45 دقيقة، وكذلك أنا أسمع صوتي للأسف. ما المشكلة عمر؟ هذه القمة كانت لمدة 45 دقيقة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد فيها أن العلاقات بين تركيا ومصر علاقات استراتيجية، وأن الشعبين التركي والمصري شعبين شقيقين. يعني في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان هناك تأكيد على أن تركيا ومصر عليهما، أو تركيا أحق بالتعاون مع مصر في شرق البحر المتوسط خصوصا، وأن تركيا تريد توسيع نطاق العلاقات والتبادل التجاري مع مصر. وكذلك أكد بأن هذه العلاقات سوف تستمر على مستوى الوزراء. وزير الخارجية التركي اليوم أيضا أكد بأن العلاقات بين تركيا ومصر سوف تنطلق خلال الأيام القادمة على مستوى نواب رؤساء الوزراء الخارجية، وكذلك من الممكن جدا أن نشهد تعيين سفراء لكلا البلدين خلال الأشهر القادمة. طيب عمر، ما الذي أثاره هذا اللقاء أو ما أصداء هذه التصريحات من الرئيس التركي سواء على الصعيد الرسمي والسياسي أو حتى الشعبي؟ على الصعيد السياسي حقيقة لا يوجد أي يعني مكون سياسي في تركيا يرفض أن تكون هناك علاقة بين تركيا ومصر، على العكس تماما. إن كان يعني أحزاب المعارضة التركية تؤيد وبشدة إقامة علاقات بين مصر، وكذلك على المستوى المؤيد إن كان على النطاق الشعبي يرون، والكل هنا يدرك تماما لأهمية مصر، أهمية الدور الذي تلعبه مصر في المنطقة وفي العالم كذلك، وخصوصا في منطقة شرق البحر المتوسط كذلك. ولكن النقطة الخلافية هنا بأن المعارضة يعني تؤكد على أن تركيا خسرت 9 سنوات من يعني من الوقت ومن المجهود، خسرت هذه المدة دون الاستفادة منها، دون العودة بها إلى يعني طبعا مصلحة الشعب التركي بسبب سياسات كانت متبعة في ذلك الوقت على مستوى الحكومة التركية. وهذا ما تنتقده المعارضة التركية وتطالب طبعا تفسير له من قبل حزب العدالة والتنمية. هذا ما هو موجود حاليا على الصعيد السياسي، ولكن أعيد التأكيد أن المعارضة، أحزاب المعارضة كانت منذ زمن ومنذ سنوات تنادي بإقامة العلاقات يعني رفع مستوى العلاقات إلى أعلى مستوى ممكن مع مصر، لإدراك منها بأهمية الدور المصري في المنطقة. ربما هذه نقطة أخيرة، كيف تعاطى الإعلام التركي مع هذا اللقاء ومع هذه التصريحات؟ كما تعلمين آية، الإعلام التركي منقسم قسمين، القسم المؤيد وهو الغالب حقيقة يؤكد أيضا على أن العلاقات مع مصر هي علاقات تاريخية وعلاقات استراتيجية وعلاقات مهمة جدا في الوقت الحالي. هذا ما ينادي به الإعلام المؤيد للحكومة التركية، ويركز على نقطة أن تركيا أحق بكثير من أي دولة أخرى بأن يعني تنال التعاون مع مصر، إن كان في شرق البحر المتوسط وإن كان في مناطق أخرى. تركيا أحق بهذا التعاون، وتركيا التي تربطها بمصر علاقات يعني أخوية وعلاقات استراتيجية واقتصادية وتجارية كبيرة جدا.
يعني تعود اليوم إلى نصابها. الإعلام المعارض كذلك يؤيد هذه الحركة، ولكن يستفسر كثيرا حقيقة عن يعني أسباب ضياع السنوات السابقة وخسارة الشعب التركي لمنافع هذه السنوات التي ربما هذا ما سنناقشه يعني خلال 9 سنوات الحلقة. أشكرك شكرا جزيلا مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة عمر أحمد، شكرا على هذه التفاصيل وهذه المعلومات.